وصلنا لمرحلة يعني في بعض الجيران يضع فائض الأطعمة بجوار باب شقتي، يعني يقول لعل عامل النظافة يأتي ويأخذ. فلما نجد يعني هذا الأكل وإحنا ما نجد حتى المبلغ للعشاء، وجبة العشاء، فنأخذه وننظفه ونعيد يعني أكله من جديد. السنة التي عشتها في جامعة الملك سعود، أخي في جامعة الإمام وأنا في جامعة الملك سعود، وصعب أن نجتمع إلا في خارج أسوار الجامعة، لا أنا أستطيع أن أسكن في الإمام ولا هو يستطيع أن يسكن في الملك سعود. حينها قررنا أن نسكن في حي الوادي في الرياض، فبحثنا عن شقة صغيرة والأسعار لا تناسب إمكانياتنا المتواضعة، فما وجدنا إلا غرفة في سطح إحدى العمارات، مبلغها بسيط جدا ولكن كانت مع الأمطار والبرد تمتلئ كلها مياه لأنه سقفها ليس سقف متواضع. المساء لما يعود أخي من جامعة الإمام مباشرة يذهب إلى كابينة اتصالات في حي التعاون مجاور جامعة الإمام، يعمل فيها من 3 عصرا للحادي عشر مساء. أخي ينتهي الساعة 11، أنا أستلم في الكابينة من 11 حتى 7 صباحا في الفترة آخر الليل، ولأنه آخر الليل ما في زباين كثير، فكتب عندك، تذاكر، تراجع. قررنا أنا وأخي أن نقضي العيد في الرياض، ليس باختيارنا هذا، وإنما كان الموضوع إجباري علينا أن نفعل هذا، لأنه صاحب الشقة اللي استأجرنا الشقة منه تأخرنا في دفع الإيجار عليه، فقال لو تذهبون يعني الإجازة هذه إلى منطقتكم ثم تعودون قبل أن تدفعوا المتأخرات، تعودون تجدون العفش في الشارع والشقة مستأجرها شخص آخر، يعني أنا لن أصبر أكثر من ما مضى. فقررنا أن نعمل في كابينتين مختلفتين بدوامين، يعني أنا أعمل لشخصين وأخي أعمل لشخصين حتى نعوض مبلغ سريعا 10 أيام فقط. فكنت أعمل في رمضان من 3 عصرا وحتى 7 صباحا. من شدة التعب لما يأتي 7 صباحا ما أقدر أعود للشقة، أنام في الكابينة نفسها. أذكر أفتح الكبيرة، أكبر يعني كابينة موجودة، وأنام على كرتون يعني، وأضع الله يكرمك الحذاء وأنام عليه من الإرهاق. نأتي للفصل الخامس، مكثت في المنزل، وهذا أسوأ فصل، لا جامعة، ساحب من الملك سعود، والناس تدرس وأنت أول مرحلة، الناس تدرس وأنت في المنزل. وهنا بدأ الكلام على أمي مثل الرصاص، ولدك فاشل، هذا ما يصلح لشيء، خليه يروح أي وظيفة، ولا ولدك ختم جامعات المملكة، راح ورجع بدون فائدة، يا خسارة تعبك وبيعك وشقاك. كنت أدخل عليها أجدها تبكي، تقول الآن رحت بيت فلانة زيارة ورموني بالكلام، صرت ما عاد أزور الناس، صرت ما عاد أقدر أخرج، الكلام يلاحقني من كل مكان. وكنت أبكي يعني لبكاء الوالدة، ولا يرضيني لأن أنا متفوق في دراستي، يعني هذا الأمر يعني أصبح ألم لي ولها وللأسرة كلها. فكنت أريد أن أسكت الناس بأي عمل. حصلت على وظيفة ب1500 ريال أول ما فتحت عام 1425 جمعية البر الخيرية بمحافظة صامتة، وبعد العصر أذهب إلى مؤسسة تجارية، مؤسسة اتصالات تعود ملكيتها لأقربائي، أعمل فيها من بعد العصر حتى 11 مساء، فقط أريد أن أسكت الناس وأن أرضي أمي ولو بالقليل. فكان دائما ما أجلس مع أقربائي في الداخل، فقلت لهم أنا أبغى أرجع أدرس مرة ثانية، أنا ماش راضي على الوضع هذا. قالوا أنت ترجع، أنت ما في جامعة تقبلك، خلاص أنت مستحيل. أذكر أخذت ورقة وكتبت عليها، وأنا أذكر وكان حتى إلى الآن يذكرون الموقف، كتبت الدكتور أحمد ورفعتها، قلت لهم هذه المرة لما أروح أدرس ما راح أرجع لكم إلا دال نقطة. قالوا إيش دال نقطة؟ ورفعت الورقة قلت لهم دكتور.
أنت دكتور مستحيل يعني. يعني ما في وهذا موقف لا يمكن أن أنساه. عملت حارس أمن في جامعة الإمام عام يعني في الفصل الثاني من عام 27، وقعت العقد والاستلام الوظيفة رسميا. طبعا العمل على بند التشغيل والصيانة في الجامعة، وكان الراتب يعني يقترب من 3000 ريال، بالإضافة لمكافأة الجامعية يعني مبلغ إلى 3800. هذا العمل يتيح لك أن تتقدم بقرض أو تمويل للبنك. أخذت قرض من البنك وأخذت امتلكت أول سيارة هي كامري 2004 لوموزين، وذهبت إلى وزارة النقل وسجلتها وعملت بطاقة سائق تاكسي. والناس تستغرب تقول هذا يدرس الصباح ومن الساعة 2 إلى الساعة 10 في الحراسات في الأمن، فمتى سيعمل؟ هل يعني لا ينام؟ لا، أنا أعمل في إجازة نهاية الأسبوع. فالعمل الذي أعمله في الليموزين والتاكسي في نهاية الأسبوع يكفي مصاريف الأسبوع كلها. لما صدر قرار قبولي معيدا في جامعة جازان، هنا كتبت آخر سطر في وظيفة حراسة أمن أو حارس أمن. هذه الوظيفة التي مكثت فيها 5 سنوات، أنا أعتبر هذه الوظيفة هي يعني الوظيفة التي وضعتني في هذا المكان الذي أنا فيه. هذه الوظيفة تزوجت منها، هذه الوظيفة عملت منها سائق أجرة، هذه الوظيفة جعلتني أنقل أسرتي من جازان إلى الرياض. هذه الوظيفة يعني لها أفضال علي لا أستطيع أن أنساها. ولكن الإنسان أحيانا يبدأ بالقليل فيأتيه الكثير. السلام عليكم. ولأني يعني نهاية الماجستير بسرعة وتفوق، تم قبولي مباشرة في الدكتوراه، وأرسلت خطاب إلى جامعة جازان اسمه طلب ترقية بعثة. يعني هي البعثة كانت ماجستير فقط، فقالوا أنت الآن خلص ماجستير، قلت هذا قبول الدكتوراه، فدخلت مجالس ومشت الموضوع وصدر القرار، قرار ترقية بعثة مرحلة الدكتوراه 3 سنوات. الحمد لله أنهيته في هذا العام عام 1442، وحصلت بموجب المناقشة على درجة الدكتوراه في الأدب والنقد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.